حياكم من جديد مشاهدينا وإلى فقرة أخبار ومنوعات حلقة اليوم. أول خبر بفرنسي يحقق رقم قياسي تحت الثلج. حطم رجل فرنسي الرقم القياسي العالمي لأطول فترة بقاء للجسم في الثلج في خطوة يرمي من خلالها إلى دعم مكافحة سرطان الأطفال. وبقي الفرنسي العامل في القطاع الطبي داخل حجرة تحوي مكعبات من ثلج غطت جسمه بالكامل حتى العنق، شايفين؟ طبعا جلس فيها لمدة ساعتين وخمسة وثلاثين دقيقة وثلاثة وأربعين ثانية. واو، رقم مرة كبير، متخطيا طبعا الرقم القياسي السابق بأربعين دقيقة. جماعة نحن في ذا الجو ما احنا قادرين نسبح. والله افتكر الجو كان تقريبا 26 عندنا، ما المويه ثلج، ثلج كانت بالنسبه لنا كاشخاص طبيعيين جدا، بس ما شاء الله عليه يعني جلس في ثلج ساعتين و35 دقيقه و43 ثانيه، ما شاء الله. خلينا نروح لخبر اخر، احدث هذا الخبر صدمه في مواقع التواصل الاجتماعي يوم امس، وهو ظهور الفنانه البحرينيه صلعاء في مواقع التواصل الاجتماعي. طبعا سبب صدمة كبيرة للجمهور بعد ما شافوها بهذا المنظر اللي تثير علامات استفهام حول وضعها الصحي. واتضح بعد ذلك أن هند ارتدت قناع جلدي لتبدو صلعاء في ترويجها لصالون التجميل الجديد والذي افتتحته ويعمل على تركيب الشعر المستعار للنساء التي تعرضن لظروف صحية. حبيت صراحة هذه الماركتينج، هذه الأفكار الترويجية الناجحة، يعني هي سببت صدمة للناس ولكن هدفها بالنهاية كان جميل. افتتاح صالون تركيب الشعر المستعار وللنساء اللي تعرضوا لظروف صحية خلتهم يفقدوا شعرهم بسبب هذه الظروف، شيء جميل صراحة. آيفون وقع من طائرة، تخيلوا نحن إذا طاح من جنبنا نموت، تخيلوا يطيح من طيارة. راح نشوف في هذا الفيديو اللي يظهر مصير هاتف آيفون وقع من يد مالك وصانع الأفلام البرازيلي أرنستو غاليوتو وهو على متن طائرة بينما كان يحاول تصوير شواطئ ريو دي جانيرو، وهذا ما صوره الهاتف أثناء رحلة سقوط. الغريب في الموضوع الغريب في الموضوع سبحان الله، الجوال طاح من الطيارة للأرض وهو لسه يعني مستمر في التصوير وما صار له أي شيء. طب خدش، أضحك علينا، خدش من الجنب، كسر في الشاشة. ما صدقت، اسمحوا لي ما أقدر، من طيارة وما صار له ولا شيء، هذا طاح من هنا من الطاولة لين تحت. خلاص ندع، خلاص راح الجوال، ندعي عليه. بالغوا الصراحة، بالغوا، ما قدرت أصدق. عموما خلينا نعيش ونشوف. والله نروح لخبر آخر، وفقاعة صابون تتجمد. تتكون فقاعة الصابون على شكل كروي وتنعكس على سطحها أشعة الشمس التي تظهر ألوان قوس قزح، ورغم أنها لا تدوم إلا البضع لحظات قبل أن تنفجر فإنه يمكن الحفاظ عليها عن طريق تجميدها لتظهر عليها أشكال جمالية رائعة الجمال. فقاعة الصابون تعرفوها اللي فيري وموية، صابون وموية، سبحان الله إذا جمدتوها يعني تحتفظ بشكلها، شايفين؟ يعني سواها في مكان بارد جدا في تحت ثلج عشان تحتفظ بشكلها الكروي وفي نفس الوقت تطلع بشكل جمالي. صراحة أول مرة أشوفها، والتشكيلات اللي داخلها شايفين؟ عجيبة عجيبة الصراحة، حبيت الفكرة، بجربها عندنا في البيت. عموما هذه كانت آخر أخبارنا لليوم، ولكن خلونا نروح في هذه الفقرة.